ننتقل مباشرة إلى بيت الكتائب المركزي في صيفي لنستمع إلى رئيس الحزب النائب سامي الجميل في مؤتمر صحفي يتطرق فيه إلى أزمة النفايات المتفاقمة. صباح الخير. بتأسف أنه نتصبح فيكم بهالموضوع، يعني موضوع الزبالة منه أبدا موضوع حابين نحكي فيه، ولكن هذا الموضوع بشكل اليوم الهم الأول للبنانيين، لأنه وعي اللبنانيين والزبالة متلية الشوارع. لهذا السبب ولأنه نحن دققنا كثير بهذا الملف وعملنا محاولات كثير جدية كحزب كتائب بهذا الموضوع من أشهر لحديث اليوم، من وقت ما انطرح الملف داخل مجلس وزراء، نعتبر أنه من واجباتنا لأنه وعدنا اللبنانيين بقول الحقيقة دايما وبأنه نقول لهم الواقع مثل ما هو ونسمي الأشياء بأسمائها. حبيت بهذه المناسبة أن نوضح للبنانيين ليش في زبالة على الطرقات. الناس ما عم تفهم من وراء كل الكلام يلي عم تسمعه على التلفزيونات، ما عم يفهموا الناس ليش وصلنا لهون وشو اللي خلينا أنه نوصل لهالحالة هيدي المزرية. الحقيقة هي التالي، الحقيقة أنه ملف النفايات هو ملف فيه كتير مصاري، وفي ناس منتفعة من هذا الملف. في شركة صار لها أكثر من 20 سنة، أقل شوي أكثر شوي، عم تعمل أرباح تتخطى مئات ملايين دولارات تتوصل يمكن بعد هالفترة الطويلة إلى تقريبا 2 مليار دولار أكثر شوي أقل بشوي، وهول كلهم على حساب اللبنانيين. هيدا عم نحكي عن الأرباح فقط، هيدا كله على حساب اللبنانيين وعلى حساب البلديات وبالتالي على حساب الحياة اليومية تبع كل اللبنانيين. لأنه تنوضح شوي الأمر كيف عم بيحصل، اليوم يقتطع من إيرادات البلديات يلي هي موجودة بالصندوق البلدي المستقل، يقتطع مباشرة من دون إذن هالبلديات، يقتطع مبلغ من المال يلي مفروض يندفع فيه كلفة هالملف هيدا يلي عم يندفع مباشرة لشركة سوكلين، وأصبح كمية كبيرة من البلديات مدينة اليوم بمبالغ تتخطى ملايين الدولارات، مدينة، وكله هيدا بسبب انه اقتطاع هالموارد هيدي لدفع مستحقات سوكلين. بالمقابل من وقت ما انعملت اخر مناقصة بالتسعينات تم التمديد لهذه الشركة من التسعينات وصولا لسنة 2015، يعني ما حصل اي مناقصة بهذا الملف من أكثر من 18 سنة، وكله هيدا لأنه هناك مافيا مستفيدة من هيدا الملف، عم تعمل مصاري كتير على حساب اللبنانيين على حساب جيبة اللبنانيين. واليوم كيف ثاقبت أنه ما شفنا زبالة على الطرقات إلا وقت خلص كونترا سوكلين، يعني كونترا سوكلين خلص ب 17 الشهر، نحن اليوم ب 22 الشهر وبلشنا نشوف الزبالة من يومين ثلاثة.
وبالتالي تبين أكثر وأكثر أنه الهدف من كل تهديد اللبنانيين بأنه زبالة رح تعبي الشوارع، ومن هالمظاهر اللي عم نشوفها على الطرقات الهدف هو الإبقاء على الوضع يلي كنا عليه، والإبقاء على سرقة ممنهجة لأموال البلديات لدفع خدمة غير متناسبة، وهلأ رح نحكي ليه، مع الكلفة يلي عم ندفع. الزبالة يلي عم تنلم مفترض نقسمها بعد المعالجة لثلاث أنواع من المواد. في المواد يلي قابلة للتدوير يعني الريسيكلابل مثل الحديد والبلاستيك والإزاز يلي مفترض نبيعهم، يعني بعد ما نلم الزبالة منفرز هالزبالة هيدي إلى ثلاث أنواع من المواد: المواد القابلة للتدوير، العوادم، والمواد البيولوجية أو يلي هي الأكل وكل هذه الأمور يلي ممكن تتحول لأسمدة وبالتالي تستعمل كمواد للزراعة. فالفئة الأولى يلي هي المواد القابلة للتدوير هيدي مفروض نبيعها وتفوت لنا مصاري. الفئة الثانية يلي هي العوادم يلي هي ما بتلوث، ممكن تستعمل مع كل الردم تبع البناء وإلى آخره لإعادة تأهيل بعض المكسرات وبعض المقالع ونرجع نكون الجبال تبعنا. وما تبقى من النفايات يلي هي المواد البيولوجية يلي هي الأكل وكل هيدي الأمور، هيدي في بنعملها تسبيخ وبتتحول لمواد لدواء للزراعة وإلى آخره. بالتالي نسبة التمر هي نسبة جدا قليلة، مفترض لا تتخطى 20% أو 25% من مجموع هالنفايات. يلي عملته سوكلين بالمرحلة الماضية تتوفر على حالها كل هالعملية هاي اللي هي الفرز والكومبوستاج يعني التسبيخ وكل هالشغل يلي بياخد جهد وكان مطلوب وموجود بكونترا سوكلين، تتوفر على حالها كل هالعملية صارت تبيع المواد القابلة للتدوير لأنه بتفوت لها مصاري وتكب كل الباقي بالمطمر، تخلط كل شيء وتروح تكب المطمر بدل ما يكون المطمر هو إعادة تأهيل لكسرات ولمقالع. أصبح المطمر مكان ملوث عم بيطلع منه غاز، عم بيطلع منه روايح. وفيكم تسألوا هون أكيد أهل النعمة وبعض المناطق يلي عم بينطمر فيها أو عم بينكب فيها النفايات، فيكم تسألون عن التلوث يلي عم بيعيشوا. وهون أكيد منوجه تحية كبيرة لأهل النعمة يلي عم بيحملوا صار لهم فترة كتير طويلة مقاسي هيدا الملف. فبدل ما نطمر نحن 20% من مواد غير ملوثة كرمال نعمل إعادة تأهيل لهالكسرات والمقالع، أصبحنا عم نكب مواد ملوثة ومسممة، عم نضرب فيها المياه الجوفية، عم نضرب فيها الهواء يلي عم نتنفسه، كله هيدا تنوفر على حالنا مصاري ونعمل أرباح أكثر. ونحن اليوم بعد 20 سنة مطلوب منا أنه نستمر بهيدا المنوال. من أكثر من 20 سنة ما حدا نفكر أنه في مشكلة بدها معالجة، ضلينا عم نمدد ونمدد ونمدد ونمدد، ما فكرنا نعطي مجال لشركة تانية بأنه تقدم نجرب نخفف الأسعار، لأنه السعر اللي عم ندفعه على الطن بلبنان هو أكثر من 140 دولار على الطن، مع العلم أنه بالعالم كله الأسعار المعترف بها بتروح بين 35 والسبعين دولار على الطن حسب الخدمة، نوعية الخدمة اللي عم تتقدم. بس بأحسن الحالات ما مفروض هيدي الكلفة تتخطى 70 دولار، نحن عم ندفع 140 دولار على الطن لسوكلين كرمال تعمل هيدا الشغل، مع العلم أنه المواد القابلة للتدوير
يلي مفترض انه تخفف من هيدي الكلفه، لانه هالشركه وقتها عم بتبيع المواد القابله للتدوير عم تقبض مصاري مفروض انه تخصمهم من الكلفه يلي عم بتكلفها للدوله اللبنانيه. يعني اذا اليوم عم ندفع 140 دولار على التون، اذا باعت هيدي الشركه المواد قابله للتدوير بتصير كلفه التون 120 دولار او 110 دولار. نحن لا، نحن ندفع ال 140 دولار وبعدين هن بيبيعوا المواد القابله للتدوير، وهيدي اضافه لل 140 دولار يلي الدوله عم تدفع على سوكلين، بدنا نزيد عليهم المصاري يلي عم نلمهم من وراء موضوع بيع المواد القابله للتدوير. واليوم بكل عين وقحه بعد ما هيدي الشركه على مدى 20 سنه عم تعمل هالكم هيدا من الارباح، اول ما خلص الكونترا تبعها وقفت لم يغرقوا اللبنانيين بالنفايات، ما في ولا اي مشكله، المهم انه نستعمل هيدي ورقه ضغط تنجي نلغي كل هيدي المناقصات ونجي نمدد عن جديد، لانه ما في حل والا بتكلنا زباله. ما كل مره عم بيوصلونا على نفس المكان انه يا بتمددوا لسوكلين يا بتكلنا زباله. كم مره صرنا سمعينا هاي القصه من 10 سنين لليوم؟ رح تكلنا زباله. شو يعني ليش هالجمله كل مره بترجع رح تكلنا زباله؟ ليه؟ لانه كل مره بيوصلونا لمحل او هيك او تمددوا لسوكلين. لا دخيلكم مددوا لسوكلين هلا مش وقتها، هلا نقعد نحكي بامور. بس عمليا هيدا الابتزاز كان لازم يوقف من زمان، كان لازم هيدا الملف ينفتح قبل بسنتين من انتهاء العقد او انتهاء التعهد ونلاقي بدائل. الحكومة الحالية طرحت هيدا الملف والرئيس سليم طرح هيدا الملف بأول هيدي الحكومة، ونكبينا كلنا لمحاولة تحسين الوضع القائم اللي موجودين فيه، مع أنه نحن منا مقتنعين باستراتيجية العامة، بس ما فينا نوقف يمكن ضد كل مكونات الحكومة. جربنا نحسن بالموجود، قلنا أوكي بدكم تقسموا بهيدي الطريقة وبدكم تعالجوا، بدكم تسلموا شركات هي تستلم هيدا الموضوع من قبل الدولة المركزية، خلونا نشوف كيف بدنا نعمل هيدا الشيء بأحسن طريقة ممكنة، واعطينا حلول كحزب كتائب، حلول واضحة قدمناها على مجلس الوزراء، ضلوا يحاربونا فيها لأنه نحن عارفين أنه من دون هيدي الحلول رح تلتغى هيدي المناقصة، لأنه نحن عارفين أنه إذا ما تأمن دفتر شروط مثل ما لازم الشركات ما رح تقدم، بالتالي حتى إذا عملنا مناقصة بتكون مناقصة وهمية، إذا ما حدا قدم عليها بتكون مناقصة وهمية، ورح نضطر بالآخر نرجع نمدد لسوكلين لأنه الشركات ما قدمت. مشان هيك نحن حاولنا نحسن بهالدفتر الشروط تنجذب الشركات تهالشركات تقدم. وأهم هالإصلاحات يلي نحن اقترحناها أنه الدولة اللبنانية هي تستملك أماكن التمر، تحدد نسبة التمر، والدولة اللبنانية تكون هي مشرفة بشكل مباشر على عمل هذه الشركات بشكل أنه نلوث أقل شيء ممكن الأرض وإلى آخره، ونحسن الخدمة وبنفس الوقت نخفف الكلفة على الخزينة اللبنانية يلي ما بقى تحمل هالكم هيدا من المصروف العشوائي يلي هو مصروف فاسد. من أهم الإصلاحات أنه نقي أماكن التمر، لأنه ما في شركة رح تجي تقدم كرمال تتعالج موضوع النفايات إذا ما ضامنة أنه الدولة مأمنت لها مكان للتمر. عملنا معركة طويلة عريضة أنه يا جماعة ما تتركوا الشركات رهن المحسوبيات السياسية، لأنه شو بيصير إذا قلنا للشركة أنت لقي محل للتمر، شو رح تعمل هالشركة؟ رح تروح عند الزعماء السياسيين لأنه هن اللي بيعطوهم الغطاء تيقدروا يطمروا، بالتالي هالسياسيين رح يصيروا شركاء مع شرك النفايات ورح يصفوا هن جزء من التركيبة المالية يلي عم تنشغل. فنحن جينا قلنا تنوفر الكلفة لازم الدولة اللبنانية تريح الشركات أنه هي أمنت لهم أماكن من بين المقالع والكسارات لإعادة تأهيلها
بطمرة وإعادة تأهيلها بمواد غير ملوثة، مواد ما بيطلع منها ولا غاز ولا عندها رواسب تنزل على بتلوث المياه الجوفية وإلى آخره. وبنفس الوقت بهذه الطريقة منكون حررنا الشركات من وطئة السياسيين أو من وصاية السياسيين، وسمحنا لهم أنه يوطوا أسعارهم ويعملوا شغلهم مثل ما لازم. معركة طويلة عريضة على هذا الملف. لا، تركوا الشركات هي تدبر حالها. ايه يعني تركوا الشركات تروح عند الزعماء السياسيين، عند المرجعيات المناطقية، وفوتوا لبنان بالفساد مجددا ومجددا ومجددا. هذا هو النقاش الكبير يلي صار مجلس وزراء. بالاخر وصلنا لآلية غامضة هشلت الشركات، والدليل على ذلك أنه اليوم بمنطقة بيروت ما قدم ولا شركة على المناقصة، وهذا اللي كنا عم نحذر منه، وهذا اللي كنا خيفانين منه، ومشان هيك كنا عم نعمل معركة من 3 أشهر 4 أشهر كرمال تنحسن دفتر الشروط، لأنه كان خوفنا أنه نوصل للمحل اللي وصلنا له اليوم، أنه ما يقدموا الشركات، أنه ما يلاقوا مطامر، وأنه نرجع على هيدي المعضلة، نضرب المناقصة ونرجع نمدد لسوكلين. والله برافو عليهم، عندهم قدرة كتير كبيرة بالتأثير على مجلس الوزراء، عندهم قدرة كتير كبيرة على التأثير على الإعلام، جربوا يأثروا علينا بس نحن ما حدا بيأثر علينا. واليوم إجا وقت المحاسبة الشعبية والرأي العام لهذه الشركة يلي أخذ لبنان رهينة صار لأكثر من 20 سنة. بتقولوا لي اليوم شو الحل؟ حل كتير واضح بالنسبة لنا. من ضمن التركيب اللي موجودة اليوم وحالة الطوارئ اللي موجودة اليوم، بدنا نعالج بالتي هي أحسن. شو التي هي أحسن؟ كل المعدات والمعمل وأماكن الفرز والأرض يلي عم تستعملها سوكلين اليوم هن ملك الدولة اللبنانية. بما انه خلص الكونترا، الدولة اللبنانية رجعت استردت كل هذه الامكانيات. اقتراحنا انه الدولة اللبنانية ترجع هي تشغل كل هذا الملف بشكل مباشر، بشكل مؤقت، مباشر ومؤقت، لحديث ما كنا رجعنا مددنا مهلة مناقصة بيروت وقدمت شركات جديدة، وطمننا هالشركات انه رح نأمن لها كل مستلزمات النجاح تبعها، وأمننا شفافية هذا الملف. الدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية عندها مسؤولية بأنه تطمن الشركات اللي بدها تقدم انه ما في محسوبيات، انه ما في غش، انه في شفافية بهذا الملف، وانه الدولة رح تأمن كل ظروف النجاح لهالشركات كرمال تيقدموا يوطوا الاسعار يستلموا ويبلشوا هن يديروا هذا الموضوع. هذا الطوارئ. اما بما يتعلق باللم النفايات على الدوله اللبنانيه، او تشتري الكاميونات تبع سوكلين، او تشتري غير كاميونات، او تتعهد مع كل شوفريت كاميونات يلي قاعدين عاطلين عن العمل وقاعدين ما عم يشتغلوا، يجوا يلموا هلا كل هالزبالة عن طرقات، يحطوها هلأ بأماكن مؤقتا تكانت الدولة استلمت المعامل اللي موجودة اليوم وبلشت تشغلها، منبلش نجيب هالزبالة منفرزها منخدها على المعامل ومنرجع منعمل الشغل يلي كان مفترض على سوكلين أنه تعمله من 20 سنة لليوم وما عملته. بتقولوا لي وين؟ في كتير أماكن نائية بلبنان ما فيها سكن، مناطق جردية، لو تكلفنا شوي حيجي بقى نطمر على الشط. الشط اللبناني عايش عليه 3 مليون إنسان نسمة، عم بيتلوثوا وعم بيتبهدلوا وعم بيتعتروا كل يوم. عنا مناطق نائية، في السلسلة الشرقية فيها مناطق نائية، فينا ناخد هلأ أرض هونيك لو تكلفنا زيادة بنقل ماشي الحال، ناخد هلأ هالزبالة كلها ناخدها تنقي الدولة أرض تستملكها بمنطقة آمنة بالسلسلة الشرقية ما فيها سكن، ما فيها ضياع، ما فيها ناس عايشة، نحط هلأ زبالة هونيك مؤقتا تكون اجت الدولة استلمت هيدا القطاع مزبوط، مشت المناقصات هلأ مؤقتا ومشينا نرجعنا هالملف هيدا على السكة المزبوطة. وأهم شيء
نطمن هالشركات تتقدم على المناقصات. هيدا الحل المؤقت هلا على السريع. اما الحل الافضل بعيد الامد، وهون بوجه نداء لكل اتحادات البلديات بلبنان، ترجع هي تمسك هيدا الملف وتظهر من عقود سوكلين، لانه هيدي العقود ما حدا سأل راي البلديات وقت ربطوا البلديات بسوكلين، ولكن من حق البلديات أن تخرج من هذه العقود وترفض أن تكون هي رهينة هذه الشركة. وكل اتحاد بلديات يقرر هو كيف بده يعالج هذا الموضوع مثل ما هو بده، انطلاعا من منطق لا مركزية النفايات، مثل ما عم نحكي عن لا مركزية الكهرباء، مثل ما عم نحكي عن لا مركزية بشكل عام، لأنه احنا مقتنعين أنه ما في ملف مسكته الدولة إلا ما فشلت فيه. ما في ملف مسكته الدولة المركزية إلا ما فشلت فيه. سمولي ملف واحد نجحت فيه. استلمت الكهرباء، عم ندفع مليارين بالسنة نحن عجز كهرباء. بس لا، نحن ما بدنا هذا الموضوع، ولا نعمل بي 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 ولا نعمل شراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام، وبدنا نضلنا نحن عم ندفع مليارين دولار بالسنة ونأفلس اللبنانيين ونزيد الدين العام ونضرب مستقبل الأجيال الطالعة اللي بدها تروح تدفعهم هول المصريات. ملف النفايات أنا بتطلع بالنتيجة، هو المنظر اللي عم شوفه وقت أطلع على الشباك. ماني بحاجة أشرح أكثر من هيك عن فشل ذريع لهيدي الدرجة بهذا الملف. من هذا المنطلق خلي كل اتحاد بلديات يستلم هذا الملف، يظهر من عقد سوكلين بدهم يأسسوا شركة يأسسوا شركة، بدهم هن مباشرة يديروا القطاع هن يديروه، ويلاقوا هن الطريقة اللي بدهم اياها هن. كل منطقة هي تنقي وين بدها تطمر زبالتها، ما حدا يحمل زبالة حدا بقى، معهم حق أهل النعمة. ليش بدهم أهل النعمة يحملوا زبالة كل لبنان؟ ومعهم حق أهل جبال، ليه بدهم يحملوا زبالة كل لبنان؟ وبكره بيجوا بينقوا غير منطقه كمان بدها تحمل زباله كل لبنان. لا 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 لا، كل منطقه تحمل زبالتها وتعالجها مثل ما هي بدها، اكيد تحت اشراف الدوله. بس اتركوا كل اتحاد بلديات يدير هذا الملف بقى. دوله فشلت بهذا الملف، هلا بدنا نرقع تنشيل الزباله عن الطرقات باسرع وقت ممكن. بدنا نحط خطة مختلفة تماما عن كل المنطق يلي كنا ماشيين فيه، لأنه هيدي المسخرة بدها توقف. أنا حبيت بهيدي المناسبة سمي الأمور بأسمائها. أنا اليوم تعهدت أمام اللبنانيين أنه ملف الفساد وملف هدر أموال اللبنانيين هذا الملف أساسي مش كرمال شيء، لأنه يلي رح يحمل هيدا الدين ويلي رح يحمل هيدا التلوث ويلي رح يتعذب بالمستقبل هن الأجيال الطالعة. أنا عم بتطلع بالشباب اللي بدون يعيشوا بهيدا البلد 50 سنة لقدام، عم بتطلع بالولاد يلي بدون يربوا بهيدا البلد أنه يربوا ببلد غير ملوث، من دون ما نزيد عليهم الدين العام، من دون ما نعترهم ونبهدلهم أكثر ما هن معطرين ومبهدلين اليوم. من هيدا المنطلق أنا بعتبر من واجباتي أن أقول الحقيقة بهذا الملف، وعم بقولها بأكثر طريقة واضحة ممكن. إصلاحات واضحة، نحن هالأفكار كلها طرحناها بمجلس الوزراء، قلنا لهم خلوا كل قضاء هو ينقي مطمر يطمر فيه زبالته، لا خلوا المتعهد هو يلاقي المطمر، لا يا خي لا. قلنا لهم خلوا الدولة تستملك بناء على دراسة، بناء على وضوح كرمال تنريح الشركات تقدم على المناقصات. لا، كله لا 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 لا. وصلنا لهون. اليوم انا بحط هذا الموضوع بعهدة وزير البيئة، وزير الداخلية، الحكومة، رئيس الحكومة الصديق العزيز، انه يضرب بايد من حديد، يوقف هالهريان، نحط ايدنا على هذا الملف مؤقتا ونبلش معالجه بالعمق، ونرجع هذا الملف نقربه بطريقه مختلفه
بالمراحل الجاية. هيدي هي الحقيقة بهذا الملف، وبدي حيي جهود، لأنه هيدي شغلة كمان لازم تعرفوها، بلديات كبيرة عم تعمل شغل كتير كبير مثل بلدية الدكواني أو بلدية جديدة يلي بلشوا كرمال رحمة بالناس يلموا هن هالزبالة وسخرية القدر. أنه الدولة اللبنانية منعت هذه البلديات أنه تلم زبالة. ليه؟ لأنه بيحق لها. يعني ولا بدهم يلموا ولا بدهم يخلوا حدا يلم. ليه؟ كرمال تنضلنا عايشين تحت الضغط ونجي نقول لهم دخيلكم دخيلكم مددوا الأسوكلين. هيدي الأرض اللي يلي موجودة هون بالكارانتينا يفتحوها كلها يلموا هزبالة يحطوها فيها. هلا اليوم يعني مش رح ارجع عيد حالي، بس حبيت وضح هذا الموضوع. اذا في اسئله تفضلوا الكلام لكم. صراحة نحن ضد تعطيل عمل للحكومة، نحن مع انه مجلس الوزراء يعالج مشاكل الناس مثل هيدي، وما حدا يجي يقول يا هيدا الموضوع يا ما في مجلس وزراء. لا، هيدا منه كلام مسؤول. في مشاكل اللبنانيين بدها معالجة، مثل هلا ملف النفايات بده معالجة. إذا في ملف منا متفقين عليه منحطه على جنب ومنروح منعالج الملفات الأخرى. بس بكل الحالات أنا بدعي رئيس الحكومة هذا الموضوع ما ينطر لا مجلس وزراء ولا ينطر شيء، ياخذ مباشرة مبادرة بمعالجة هذا الملف من دون ما يسأل رأي حدا، انطلاقا من المصلحة العليا للمواطنين. في هون قصة سلامة عامة، في قصة نظام عام، في قصة حياة الناس. مش من الملح. انا عم بقول انه هلا بحكي ابو ساعتين ثلاثه هنلم. هلا في عنا شويه محل بكارانتينا، بس برجع بقول لك الحل اللي انا عم بطرحه هي السلسله الشرقيه يلي فيها بعض مناطق امنه ما فيها معارك، وهي مناطق نائيه وما فيها سكن، وهي مناطق جرديه ما فيها خضار، ما بتكوني عم تعملي اي ضرر بيئي فيها، وبيكون بشكل مؤقت عم توضعي فيها انت هالنفايات بشكل مؤقت. تكنا مشينا المكنه كلها، مشينا الفرز، مشينا التسبيخ، مشينا عمليه فرز النفايات ومعالجتها، وساعتها التمر بيكون نسبه كثير قليله لا تتخطى ال 10 و15 و20%، وبنستعملها كرمال تنعمل اعاده تكوين لهالجبال يلي خلال 20 سنه من وراء الكسارات والمقالع ما بقي منها شيء. بتكون بهال عوادم هيدي يلي هي انيرت يلي ما بتعمل تلوث، نعمل اعاده تاهيل لهالجبال، وبالسماد يلي طلع من المواد البيولوجيه بنرجع بنزرعها وبنرجع بنخضرها. شو بدنا احسن من هيك؟ نحن قادرين من خلال ملف النفايات نرجع نعمر بلدنا على اسس جديده ونطلع منها مصاري، نحن مصرين ندفع عليها مصاري ونشوه بلدنا ونلوثه. يعني ما انشافت هي بتاريخ الدنيا. أو يطلعوا منه كهرباء، أو يعني 100 شغلة فينا نعمل. بتعرفي أنت أنه في بلدان بتدفع لك كرمال تبعتي لها نفايات تبعك؟ بيدفعوا لك. هلا إيه بدك تدفع أنت يمكن بس النقل الشحن، بس هن بدهم النفايات لأنه صار عندهم قدرة على تحويل هيدا الشيء لثروة. نحن بلبنان لأنه في كوميسيون ولانه في اموال عم تندفع
بعدنا عايشين بهذا الكابوس يلي صرنا فترة طويلة عايشين فيه. خليني اقول لك شغله، اليوم خلص كونترا سوكلين، عقد سوكلين انتهى، ولكن في كل هالعقود يلي كانت موجوده بسوكلين، والمعدات موجوده، والكاميونات موجوده، فيها الدوله اللبنانيه تعمل اتفاق مع سوكلين، هي تدفع ثمن هالكاميونات تشتريهم، وهي ترجع تكمل بنفس العقود مع هالموظفين كلهم وتكمل الشغل، بس ولكن بإشرافها المباشر وبطريقة مؤقتة تكن عملنا المناقصة. هيدا يلي نحن عم نطرح، هيدا الحل المؤقت يلي عم نطرحه، لأنه البنية التحتية موجودة وكل الأمور جاهزة والموظفين موجودين. المطلوب اليوم من الدولة اللبنانية تعمل اتفاق مع سوكلين أنه أختي أنا رح استلم، حولي لي هالعقود أنا بستلمون، ويعطيك ألف عافية وشكرا على خدماتك. 20 سنة بفتكر أنت كنت كتير مرتاحة فيها وعملت بما في الكفاية من الأرباح، اليوم حين الوقت أنه نشتغل كدولة لبنانية على تأمين حصول مناقصة شفافة نوطي فيها الأسعار، ونعطي فرص لشركة تانية تعمل نفس الخدمة بطريقة فعالة أكثر وبطريقة دقيقة أكثر وبتحسن الخدمة وبنفس الوقت بكلفة أقل. تفضل. نعم. يلي هلا عم نحكي كل يلي حكيناه هلا، هيدا رح يكون وجهة نظر وزرائنا، ونحن رح نجتمع ان الله راد بكره ورح نفوت بهذا الموضوع بالعمق اكثر، واذا في تطوير لهالافكار او اذا في افكار اخرى ممكن تنطرح لمعالجه هذا الملف رح نطرحهم بكره مجلس وزراء. شو اقولك بعد كل اللي حكيته رح شايفتينا رح نكون موافقين؟ عم بعطي حلول غيره. نعم. ما في شيء محدد. صراحة نحن هذا الموضوع حكينا فيه مع كل الناس، بس صراحة قولها بصراحة، بآخر مجلس وزراء كنا لوحدنا. بتأسف قول انه هالاصلاحات اللي كنا عم طالب فيها على دفتر شروط كنا لوحدنا فيها، وتوصلنا لمحل بالاخر صرنا عم نعطل وصرنا عم نفرط الحكومة، وصار مصير الحكومة مهدد لانه حزب الكتائب كان عم بيحذر من الشيء اللي وصلنا له اليوم، وحطونا تحت هيدا الضغط انه يا بتقبلوا بانه تحصل مناقصة لو كان بشروط اقل من يلي انتم عم تطلبوه، او بنفرط الحكومه او بنمدد لسوكلين. لا، بين انه نفرط الحكومه ونمدد لسوكلين فضلنا انه نعمل دفتر شروط وتحصل مناقصه لو كانت اخذه فقط 50% من الاصلاحات يلي نحن كنا عم نطرحها، ولكن تبين انه هال 50% ما كانوا كافيين تيجذبوا الشركات على منطقه بيروت، ولو اخذوا ب 90% او 100% من ملاحظاتنا على دفتر الشروط كانت قدمت شركات على بيروت، وكنا لقينا مطامر بكل المناطق، وكنا خففنا من نسبه التمر، وكنا عملنا كل هالحلول يلي نحن كنا طارحينها بورقه الاصلاحات يلي اعلنا عنها بمؤتمر صحفي قدام كل وسائل الاعلام من 3 شهور، ويلي ما اخذ بها بمجلس وزراء. وبقول لك ليه نحن مرتاحين بهذا الملف؟ لانه لا عندنا شركه، ولنا متفقين مع شركة، ولم نتبرطل، ولم نقبل مصاري من حدا، ونحن ناس نضاف ما حدا بيقدر يفسدنا. مشان هيك نحن اليوم خيي مرتاحين بهذا الملف وعم نحكي الحقيقة مثل ما هي،
واليوم مطلوب وقف الضمير. وقف الضمير مش بس بهيدا الملف، هيدا ملف من ملفات، هيدا ملف من ملفات هدر أموال اللبنانيين، بالوقت يلي الناس ما عاد تفوت على المستشفى، بالوقت يلي الناس ما عاد تاكل، بالوقت يلي الشركات عم بتقفلس والناس ما عم تلاقي شغل والناس بحاجة لمصاري، منروح نحن منهدر مئات ملايين دولارات هيك؟ هيدا بس ملف النفايات. شوف شو عم يصير بالكهرباء، شوف شو عم يصير بالنفط، شوف شو عم بيصير بمطار بيروت، شوف شو عم يصير بالبار، هدر الأموال والمافيات اللي عم تشتغل. بس يلا كل شغلة بوقتها، كل شغلة بوقتها. اليوم بلشنا بالنفايات، بكرة جاي ملف تاني والحقيقة رح نقولها، وخلي الرأي العام هو يحكم وهو يقرر مين معه حق مين ما معه حق. ويلي بيحب يناقشنا بالأرقام يتفضل، يلي بيحب يناقشنا بالتفاصيل يتفضل، نحن هيدا الملف الندني، لأن نحن ما بنشتغل إلا وقت ندرس ملفاتنا. نحن ناس ندرس ملفاتنا بالعمق انطلاقا من مصلحة واحدة هي مصلحة لبنان واللبنانيين. ويلي حابب يناقشنا بالتفاصيل يتفضل، وبدهم يروحوا على القضاء يتفضلوا. وخلي النيابة العامة المالية تتحرك، خلينا نشوف كيف عم بيفوتروا الطون، خلينا نروح نشوف كيف عم بيفوتروا الطون، كيف عم بيزينوا الكاميونات، كيف عم بيطمروا، كيف عم بيفرزوا، يروحوا يتفضلوا. يلا بدو القضاء يعمل شغل مفيد، يتفضل يفتح هول الملفات. وكل اللي عم بقوله اليوم رح النيابة العامة المالية يتفضلوا. محاربة الفساد مش بالحكي، بالملفات الواضحة وبالأرقام وبالأفكار الدقيقة. بشكركم جميعا، مرسي. إذا استمعنا إلى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، هو أكد أن من أكبر ملفات الفساد هو ملف النفايات في لبنان. رفض تهديد الشركة المشغلة بأن تمتلئ الشوارع يعني بالنفايات، وقال على الدولة يعني أن تمسك بهذا الملف مباشرة وبدأ بحل مباشر ومؤقت، وقال أن الدولة اللبنانية فشلت في إدارة هذا الملف، وقدم سلسلة حلول ومنها أن يعمل اتحاد البلديات في كل منطقة على استلام هذا الملف أو إقامة مطامر في المنطقة الشرقية بعد فرز النفايات. أبرز ما جاء في كلمة النائب الجميل في النشرة المفصلة.